نفى أستاذ علم الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الخليج العربية البروفيسور خالد مبارك مدينة نفى خلال اتصال هاتفي في برنامج بكم نعود ما أشيع مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي من التوصل إلى متحور بحريني لفيروس كورونا. لا يوجد هناك متحور بحريني، إنما طفرات، وهذه الطفرات معروفة في فيروس الكورونا، نشأت من عدة دول وانتشرت في العالم أجمع. والتحورات تتواجد في مكان انتشار الفيروس، وأهمية أي تحور تنبع من أثره على شراسة الفيروس ومدى انتشاره وغدته من التهرب من المناعة. فالفيروس بحد ذاته يعني لا يمكن أن يقال عنه أنه، وفي الواقع بغيت أضيف بالنسبة للتسمية، في الواقع منظمة الصحة العالمية لا تسمح باستخدام أسماء الدول الآن المتحورات التي نشأت في هذه الدول. فمؤخرا مثلا منظمة الصحة العالمية غيرت أسماء الدول إلى أرقام يونانية، فبدل ما نقول مثلا البريطاني أو الهندي أو الأفريقي نقول ألفا بيتا جاما. فهذه هو التحورات، لأنها تركت بعض تسميات التحورات بالدول بعض المشاكل، ولذلك رفع الوصمة لهذه الدول بمتحور معين حولت الأسامي إلى أرقام يونانية.